السيسي يبحث مع وزيري الخارجية والري التحضير للاجتماع السداسي بشأن سد النهضة. خلال اجتماع وزاري عربي لبحث التدخل التركي في العراق، العربي يؤكد أن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على العالم العربي بأكمله. الحكومة السورية تعلن استعدادها المشاركة في محادثات سلام جنيف يناير القادم تحت رعاية الأمم المتحدة. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة النيل. أهلا بكم. إلى تفاصيل الأنباء، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى المسيحيين المصريين وكافة مسيحي العالم الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد ليلة 25 من ديسمبر، معبرا عن خالص تمنياته لهم ولذويهم وأحبائهم بكل الخير والتوفيق. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أشار إلى أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام وسيرة العذراء البتول تؤكدان للجميع مجددا قيم المحبة والرحمة والتسامح التي يتعين أن تسود العالم وأن تعزز من الجهود الرامية إلى جعل العالم أكثر سلاما وأمنا واستقرارا، بحيث يتسع للجميع ويقدم مثالا حيا لقيم التعايش المشترك بين كافة الأديان والأعراق والمذاهب. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري حسام مغازي، وذلك في إطار التحضير للاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وشعوبها في التنمية والحياة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ إجراءات بناء الثقة بين الدول وفقا لإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في مارس من عام 2015. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهاتف الدكتور أيمن شبانة خبير الشؤون الإفريقية. دكتور أيمن، ما هي قراءتك لاجتماع الرئيس بوزيري الخارجية والموارد المائية والري وذلك في إطار التحضير للاجتماع القادم؟ يعني السيد الرئيس يريد يعني دفع المفاوضات قدما إلى الأمام، نعم، ويعني إعطاء بعض التوصيات أو بعض المقترحات من أجل تسجيل العقبات وحل النقاط الخلافية. المفاوضات يعني لم تسر بالوتيرة التي كنا ننشدها جميعا، خاصة بعد اتفاق إعلان المبادئ. البعض حكم على المفاوضات بأنها تجمدت أو دخلت بالقضية إلى نفق مظلم. نريد في مصر إحياء المسار التفاوضي مرة أخرى، خاصة بعد إبقاء البعد السياسي على المفاوضات وعدم تصريح على الجوانب الفنية فحسب. نهر النيل قضية حياتية، قضية تنموية كبرى، وليست مجرد مسائل فنية ومعادلات وحسابات. وبالتالي كان الحرص على هذا الاجتماع من أجل يعني المضي بالمفاوضات قدما إلى الأمام لعلنا نصل إلى النتيجة التي نتمناها، وهي تسوية عادلة ومرضية للدول الثلاث وشعوبها. دكتور أيمن شبانة، شكرا جزيلا لك. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أعرب فيه عن خالص التعازي للرئيس الموريتاني في وفاة نجله الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم وقع شرقي موريتانيا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وذويه وكافة محبي الصبر والسلوان. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأنه تم خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وموريتانيا على الصعيدين الشعبي والرسمي.
أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عزم الحكومة على التصدي للفساد مهما كان موقعه ومهما كانت درجة أو مكانة الفاسد. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام القويش أن إسماعيل أشاد بدور الأجهزة الرقابية في العمل على درء الفساد قبل وقوعه. وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء أنه لا تخفيض للدعم في الموازنة وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، وشدد على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار. شهد وزير النقل سعد الجيوشي ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر توقيع اتفاق الشريحة الثانية الخاصة بتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وفرنسا. ومن جانبه قال وزير النقل إن المرحلة الثالثة من الخط الثالث يبلغ طولها حوالي 17.7 كيلومتر وعدد محطاتها 15 محطة، وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذه المرحلة على 3 مراحل فرعية. يذكر أنه تم بالفعل توقيع عقود مقاولي تنفيذ هذه المرحلة لأعمال الإشارات والاتصالات والأعمال الخاصة الميكانيكية والكهربائية. العريش استشهد ضابط شرطة وأصيب ضابط آخر ومجند من إدارة قوات أمن شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة. وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه أثناء مرور قول أمني بطريق العريش الإسماعيلية انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق، ما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة فردين. وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. قال رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إن موسكو حددت جماعات تقف وراء تفجير طائرة الركاب الروسية في مصر، ولم يدل المسؤول الأمني الروسي بأي تفاصيل إضافية. أدان مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه غير العادي على مستوى وزراء الخارجية تدخل قوة عسكرية تركية إلى عمق الأراضي العراقية وتحديدا في محافظة الموصل. وقال الأمين العام للجامعة العربية دكتور نبيل العربي إن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على العالم العربي بالكامل. جميع الإجراءات الضرورية سياسيا وأمنيا وقضائيا وفكريا لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات واعتبار، وأقتبس، أي اعتداء مسلح على أي دولة عربية أو أكثر أو على قواتها اعتداء عليها جميعا، انتهى الاقتباس. وأن تلتزم الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما استنادا على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وجميع الاتفاقيات التي تطبق الدول العربية معا. من جانبه قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن تركيا استخدمت أو قامت بإعادة انتشار قواتها في شمال العراق ولم تنسحب من المنطقة. وأوضح الجعفري أن بلاده تحترم دول الجوار لكنها تستطيع الدفاع عن سيادة العراق. من جهود دبلوماسية ليس من ضعفنا وإنما من قوتنا، لأننا حريصون أشد الحرص على حفظ العلاقة الدبلوماسية مع كل دول العالم. وما نؤشره بينما كنا عليه وما نحن عليه الآن امتداد العلاقات مع كل الدول، وكانت تركيا في المقدمة لأنها دولة جوار جغرافي واستراعينا استحقاقات التاريخ والجغرافيا والموارد الحيوية. أرجو أن يفهم هؤلاء الأخوة نحن لازلنا حريصين على إبقاء العلاقة طيبة مع دول الجوار جميعا ومن ضمنها الجمهورية التركية،
لكن ذلك لم ولن يعني أننا نتسامح بهتك سيادتنا دون خط القتال. هذا. وبدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر المطالب بسحب القوات التركية من العراق دون قيد أو شرط. كما طلب شكري أنقرة بالتنسيق مع الحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب. تعيد تأكيد موقفها الثابت الذي بنت عليه سياستها الخارجية طيلة العقود الماضية بشأن إدانة كافة أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، وهو مع الأسف تدخل متعدد المصادر والأوجه في العراق الشقيق. إن مصر تشدد على ضرورة قيام تركيا على وجه السرعة بسحب جميع قواتها المتواجدة على الأراضي العراقية دون قيد أو شرط أو مماطلة، وأن تؤكد مساندتها التامة لمساعي الحكومة العراقية لحشد التأييد العربي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي له بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية الشقيقة. وحول هذا الاجتماع غير العادي الذي عقد في الجامعة العربية بناء على طلب العراق، ينضم إلينا للمتابعة مراسل أنيل منذر أبو دوح. منذر، يعني لو تلخص لنا أهم ما دار في هذا الاجتماع، وقد رفعت بالفعل الجلسة الافتتاحية، صف لنا يعني ما جرى خلال هذه الجلسة. بالفعل كما لاحظنا وكما تابعنا أعزائي المشاهدين وزملائي، الآن جلسة مغلقة مستمرة للتشاور حول القرار الذي سيصدر بعد دقائق أو بعد نصف ساعة أو ساعة وفقا لانتهاء الاجتماع أو الجلسة المغلقة. وإذا كانت ستتابع مناقشات لمطلب العراق برفضه أو سحب القوات التركية ومساسها بسيادة العراق على أراضيه، تابعنا كلمات مسؤولي الدول العربية سواء مصر سامح شكري بقراره بأن مصر ترفض أي مساس بسيادة العراق على أراضيه وكذلك أي تدخل في مصالح العراق الداخلية، وكذلك كحديث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بأن الجامعة ترفض أي مساس بسيادة العراق وأي دولة، وكذلك مطالبته بالدول العربية بسرعة تفعيل الأطر القانونية القادرة على تفعيل دور الجامعة العربية حتى يكون لها دور أكبر في الفترة القادمة لمساعدة الدول العربية والقدرة على وضع حلول فاعلة للمجتمع العربي والمجتمع الدولي بشكل عام. كذلك حديث الوزير الخارجية العراقي بأن العراق لا تطالب بجيوش تساعدها في حربها ضد الإرهاب، ولكنه يطالب أبناء العراق قادرين على حرب الإرهاب ومحاربة داعش، لكنه يطالب إذا كان يجب أن يكون هناك دعم سياسي ودعم لوجستي فقط، ولن نريد كما تحدث نريد أبناء غرب يموتون في العراق محاربة الإرهاب، نريد أن يكون عدم وجود مساس كامل من قبل الدول الجوار بسيادة العراق على أراضيه، وأن حربه داخل العراق حرب شأن داخلي وهو قادر على حروبه. وكذلك حديث المسؤول الإماراتي بأنه أن الإمارات ترفض أي مساس بسيادة العراق سواء من الشأن التركي أو الشأن الإيراني في وتدخلهم في العراق سواء في حرب ضد الإرهاب أو في تواجد القوات العسكرية المتواجدة هناك. إذا كنا ننتظر الآن الاجتماع المغلق وما سيخرج به من بيان من الجامعة العربية والدول العربية خاصة بطلب العراق، إذا كان إدانة أو أي أن كان القرار، ننتظر الآن وسنتابع في الرسائل القادمة هذا القرار. نعم، إلى أن ترفع هذه الجلسة المغلقة، ونعود إليك لاحقا منذر أبو دوح من مقر الجامعة العربية. شن الطيران العراقي وطائرات التحالف الدولي 46 غارة جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي لدعم القوات البرية العراقية في عملياتها العسكرية في تل عفر والموصل. يأتي هذا فيما أحبطت القوات العراقية هجوما انتحاريا لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي اليوم على أحد المقرات الأمنية في محافظة الأنبار غربي العراق، وقتلت 7 من الانتحاريين. تتواصل العمليات العسكرية للقوات العراقية في مدينة الرمادي بهدف استعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وبعد يوم واحد من دخول قوات النخبة إلى مركز المدينة من المحور الجنوبي وفرض سيطرتها على عدد من أحياء مركز محافظة الأنبار، تستعد قوات مكافحة الإرهاب لاقتحام منطقة الحوز التي تضم المجمع الحكومي بوسط المدينة والتي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في مايو الماضي. تأمل بغداد في أن تنجح
نجح القوات المدعومة بطيران التحالف الدولي في السيطرة تماما على المدينة خلال 3 أيام، على الرغم من اضطرارها للتحرك بحذر شديد في الشوارع والطرق الخالية من المارة، والتي فخخها التنظيم قبل هروب عناصره إلى شبكة الأنفاق التي حفرها تحت المدينة. باشر الجهد الهندسي كتيبة هندسة فرقة 16 بإزالة العبوات الناسفة والجريكات الموجودة بالطرق، وإضافة إلى الدور، وتم تفكيكها بالكامل إن شاء الله. عثرت القوات الأمنية خلال عمليات تمشيط الأحياء المحررة على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، من بينها صواريخ مصنعة من اسطوانات الغاز. على الجانب الآخر، أفاد مصدر عسكري أن عناصر التنظيم يحاولون الهروب من الرمادي عبر الطوق الأمني الذي تفرضه القوات العراقية حول محيط المدينة إلى مناطق مجاورة مثل الصوفية والسجارية شرقي المدينة. نوياتنا عالية صير، وعدنا إن شاء الله نتقدم لمنطقة الرمادي بالكامل، وإحنا حسنا حاليا بمنطقة التأمين. إن شاء الله ما ظل شيء إلا القليل، وإن شاء الله نأخذ مركز الرمادي. من جهة أخرى، نجحت حوالي 50 أسرة عراقية في الفرار من حصار التنظيم الذي احتجزهم بهدف استغلالهم كدروع بشرية، وتوجهوا إلى الوحدات العسكرية في تل مشهدية شرق الرمادي. أغلب المدنيين الفارين كانوا من الأطفال والنساء والمسنين الذين رفعوا الأعلام البيضاء أثناء تقدمهم نحو قوات الأمن العراقية، والتي أعدت حافلات لنقلهم في مخيمات بعيدة عن الخطوط الأمامية للجبهة. أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد دمشق للمشاركة في محادثات السلام المقرر عقدها نهاية يناير القادم برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وأعرب المعلم في ختام لقائه بنظيره الصيني وانغ يي عن أمله في أن ينجح الحوار في مساعدة سوريا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وشدد على ضرورة أن يكون حوارا سوريا سوريا دون أي تدخل أجنبي. في بارقة أمل نحو التوصل لحل سلمي للأزمة السورية، أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد دمشق المشاركة في محادثات السلام مع المعارضة التي يفترض أن تجرى في نهاية يناير القادم برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الصيني وانغ يي بمقر وزارة الخارجية الصينية، أكد وزير الخارجية السوري أن مشاركة سوريا مرتبطة بعدم تدخل أجنبي في المحادثات. سوريا ready to participate in the Syrian dialogue. سوريا مستعدة للمشاركة في مفاوضات جنيف بدون أي تدخل أجنبي، والوفد السوري سيكون جاهزا للمشاركة فور حصوله على قائمة بأسماء ممثلي قوى المعارضة التي ستشارك في المحادثات. المعلم أعرب عن أمله أن تتم المحادثات بنجاح حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكوين لجنة دستورية لصياغة قانون جديد لإجراء انتخابات برلمانية خلال 18 شهرا. الوزيران عقدا لقاء مطولا حيث تبادلا الآراء حول الأزمة السورية وسبل حلها بالوسائل السياسية والسلمية، وأكدا تمسكهما بخارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن في اجتماعه الأخير. ينبغي أن نتمسك بالتوصل إلى حل سلمي للقضية السورية. الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل ومصير سوريا، والأمم المتحدة تلعب دورا رئيسيا في المفاوضات. اتفقنا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ الثلاثة في جميع مراحل عملية السلام في سوريا. كان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على خارطة طريق دولية لعملية سلام سورية في مظهر نادر للوحدة منذ بدء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 250,000 شخص. وتنص خارطة الطريق على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة، وجدول زمني يمتد لحوالي 2 عامين يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات.
لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف السيد بسام الملك، عضو الائتلاف السوري المعارض. سيد بسام، المعلم أعلن استعداد دمشق للمشاركة في محادثات السلام في جنيف. هل يمكن القول إن الأمر ربما يسير على ما يرام وتنعقد هذه المحادثات وتسفر عن انفراج في الأزمة؟ السلام عليكم أستاذ أحمد ومشاهدينا الكرام. إحنا نتمنى أن تكون هذه المصداقية التي صر عليها وليد المعلم عن محك 22/1 في بداية السنة. والمرجعية الأساسية قرار 2254، وخاصة النقطة الأولى ما جاء فيه تأكيد على بيان جنيف واحد هو مرجعتنا الأساسية المؤرخ 30/6/2012 زائد بياني فيينا. إنما هناك خلاف محدد في هذه المرحلة، وهي أن نعتبرها مطبية وحكومة شرعية. نحن نطالب بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية، اللي هي صلاحيات الرئيس أن تكون بيد هذه الحكومة. هنا الخلاف وهنا النقطة. الأساس النقطة الثانية، في نقطة مهمة هي على وقف إطلاق النار. نحن نتمنى أن يكون وقف إطلاق النار، ما ننتظر لـ 22/1، يكون وقف إطلاق النار مع بداية السنة كما جاء. وفي نقاط مهمة جدا بالبيان الحقيقة يجب أن نوقف عندها. إلى الآن الروس يضربون الشعب السوري بالطيارات بكافة أشكالها، ما عم يتقيدوا بالبند 16. وقف الهجمات ضد المدنيين والمرافق الطبية، يوميا عنا قتلى وضحايا سوريين. يجب أن يكون هذا القرار من يوم صدوره أن يلتزم كافة الأطراف المعنية في تنفيذه، في إيجاد صيغة مناسبة لمجلس الأمن والعودة إلو في سبيل تطبيقه على أحسن صورة. إذا كافة الأطراف حتى المعارضة المسلحة ينبغي أن تلتزم بهذه الأقوال حتى يتم البدء تنفيذ سريان وقف إطلاق النار. هذا كلام صحيح، ونحن عندنا استعداد لتجنيب شعبنا مزيد من القتل ومزيد من التدمير. طيب إلى أي مدى سيد بسام تعتقد بأن كافة الفئات المعارضة المسلحة الرئيسية على الأقل لديها استعداد للالتزام بذلك؟ إلى أي مدى يمكن تحقيقه؟ بعد نجاح اللقاء اللي جرى بين القوى السياسية والقوى الفصيلة المقاتلة في مؤتمر الرياض، صار في تنسيق كامل بين القوتين. وهناك أي قرار سياسي يؤخذ ينفذ على الأرض الواقع. نحن عم نشتغل سياسة مضبوط، والفصائل متعاونة معنا. إننا إحنا بدنا مصداقية النظام بوقف القتل اليومي والتدمير على شعبنا. بدنا خطوات إجرائية، مزيد من الإفراج عن المعتقلين وإدخال المساعدات إلى المحاصرين ورفع الحصار عن شعبنا. هذا ما نريده من حسن النوايا من النظام. إلى الآن لا نرى هذه المؤشرات على أرض الواقع. نتمنى أن يكون هناك مؤشرات إيجابية يعمل فيها النظام من أجل إنجاح هذه المباحثات وإنهاء هذه القضية في سوريا. شكرا لك سيد بسام الملك، عضو الائتلاف السوري المعارض. أكد رئيس النمساوي هاينز فيشر اليوم أن الأزمة السورية لا يمكن تسويتها سوى بالسبل الدبلوماسية، وأشار فيشر إلى أن تسوية النزاع في سوريا يعد مهمة ذات أولوية قصوى بالنسبة للمجتمع الدولي. وأضاف رئيس النمساوي أن تدفق المهاجرين من سوريا ومن غيرها إلى دول المنطقة يمثل تحديا جديا للنمسا حاليا. ذكرت تقارير إعلامية أن فصائل من المعارضة السورية مدعومة بغارات طائرات التحالف الدولي تمكنت من السيطرة على أول قرية جنوب مدينة عين العرب المعروفة كرديا باسم كوباني من أيدي تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة حلب شمالية سوريا. وفي غضون ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 26 عنصرا من قوات الجيش السوري والعناصر الموالية له، إضافة إلى 12 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي جراء 3 هجمات انتحارية نفذها التنظيم على مدينة دير الزور شرق البلاد. وأشار المرصد إلى أن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام شنت ضربات كثيفة مشتركة على نقاط تمركز داعش في الأحياء التي يسيطرون عليها في المدينة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت معسكرا للتدريب في إدلب بسوريا كان به مقاتلون من تركيا ودول سوفيتية سابقة. وتزامنا قتل الجيش السوري 14 مسلحا على الأقل في صفوف تنظيم جيش الفتح خلال عملياته على أوكارهم في مناطق متفرقة من ريفي إدلب وحماة.
أعلنت الحكومة اليابانية أنها تتحرى معلومات بعد تقارير عن احتجاز صحفي ياباني رهينة في سوريا يواجه تهديدا بالإعدام. وقالت منظمة صحفيون بلا حدود في بيان نشر في موقعها الإلكتروني إن الصحفي اختطف في يوليو الماضي في منطقة تسيطر عليها جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا بعد وقت قصير من دخوله إلى هناك. وفقا لمعلومات حصلت عليها المنظمة قالت إن الجماعة التي تحتجزه بدأت عدا تنازليا لدفع فدية لم تفصح عنها وهددت بإعدامه أو ببيعه إلى جماعة أخرى إذا لم يتم تلبية مطالبها. من أخبارنا أيضا في بانوراما الرابعة، استشهاد شاب فلسطيني ثالث برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس شرقية مدينة القدس المحتلة. السيسي يبحث مع وزيري الخارجية والرياء تحضير الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة. خلال اجتماع وزاري عربي لبحث التدخل التركي في العراق، العربي يؤكد أن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على الوطن العربي بأكمله. الحكومة السورية تعلن استعدادها المشاركة في محادثات سلام جنيف يناير القادم تحت رعاية الأمم المتحدة. ونتابع الآن أهم أخبار المال والاقتصاد في هذه الساعة. معكم في هذه الجولة الاقتصادية زميلتنا مجدة القاضي. لك مجدة. زملاء دينا وأحمد، شكرا لكم وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية. وفيها البنك المركزي يعلن ضخ 8 مليارات و13 دولار للاستيراد والمستوردين في 45 يوما، ويتعهد بطرح أوعية ادخارية جديدة بالعملة الصعبة لجذب المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب في الفترة بين 29 من أكتوبر و 12 من ديسمبر. ونفى عامر التقارير عن مواجهة الدولة لصعوبات في تكلفة واردتها من المنتجات النفطية، كشفا عن تخصيص 400 مليون دولار لقطاع البترول. كما كشف عامر أيضا عن عزم البنك طرح منتجات وأوعية ادخارية جديدة لجذب المصريين العاملين بالخارج والأجانب، وذلك سعيا لزيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية. كشفا في الوقت نفسه عن أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن تعديل سقف الإيداع الدولاري بالبنوك. يأتي هذا في حين تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا اليوم لبحث أسعار الفائدة برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك وسط ترقب لتحركات المحافظ في الأسواق لتنشيط النمو والسيطرة على استقرار أسعار السلع والخدمات. وكان البنك قد أجل الأسبوع الماضي اجتماعه لبحث أسعار الفائدة إلى اليوم الخميس، بعد أن قرر في 29 من أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بدعم الاستثمار والتنمية ودعم اتخاذ القرار. تشمل هذه القرارات تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكافة آرائهم ومتطلباتهم والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجههم في كافة أنواع الاستثمار المختلفة.
كما وجه إسماعيل إلى ضرورة استيفاء كافة الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر في السلاسل التجارية بقطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجستية من حيث الموافقات والاشتراطات ليبدأ العمل في المشروع فورا. قالت الهيئة العامة للسلع التموينية الأربعاء إنها غيرت شروط سداد قيمة القمح المشترى في المناقصات. وقال نائب رئيس الهيئة ممدوح عبد الفتاح يمكن فتح خطابات الائتمان بما يصل إلى 180 يوما بعد توقيع العقد، مضيفا أنه في السابق لم يكن هناك خطاب ائتمان آجل. هذا وتستورد البلاد وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا للوفاء باحتياجات السكان. أنهت مؤشرة البورصة تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع جماعي مدعومة بعملية الشراء من قبل المستثمرين المصريين الأفراد. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركة المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 426 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت في إجماليها 607.9 مليون جنيه. البورصة ربحت 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع الكلية. إلى منطقة الخليج العربي والتي غلب الارتفاع على معظم بورصاتها مقتفية أثر أسواق المال في أوروبا وأمريكا، في حين لم تخرج سوى بورصة دبي والكويت عن موجة الارتفاع بتراجعات لم تتجاوز 0.3%. أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عزمه تبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وذلك للسيطرة على التضخم خلال عام 2016. كان المركزي المغربي قد خفض وزن اليورو في سلة العملات التي تستخدم في تحديد سعر صرف العملة المغربية الدرهم، بهدف جعل نظام العملة أكثر مرونة. ولا يزال الدرهم مرتبطا باليورو، لكن وزن العملة الأوروبية الموحدة في سلة العملات هبط 60% من 80% في إبريل، وارتفع وزن الدولار إلى 40% من 20%. مشاهدينا، نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة إلى البانوراما وقراءة الأخبار السياسية مع زملاء دينا وأحمد. شكرا لكم. شكرا لك يا مكدة. استشهد شاب فلسطيني إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز جبع شرق مدينة القدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية دهس قرب الحاجز العسكري. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إنه تم إطلاق وابل من الرصاص على سيارة الشاب بزعم محاولته القيام بعملية دهس بحق الجنود على حاجز يصل بين رام الله ومدن جنوب الضفة الغربية. وأضاف شاهد عيان أن جنود الاحتلال الإسرائيلي تركوا الشاب ينزف حتى استشهاده. أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عن بالغ ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الفرقاء الليبيين. وفي سياق متصل، رحبت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور بالقرار، قائلة إنه يعطي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يعترف فقط بحكومة الوفاق الوطني الذي سيتم تشكيلها وفقا لاتفاق الصخيرات. بعد نحو أسبوع من توقيع الفرقاء الليبيين اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية، أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات بالمغرب. المجلس أيد بإجماع أعضائه 15 مشروع قرار أعدته بريطانيا يشيد بالتوقيع على الاتفاق، ويدعو الدول الأعضاء لمساعدة الحكومة في تحقيق الاستقرار بالبلاد. نرحب بالعملية الجارية الآن نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني في الأسابيع القادمة، ونطالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بمواصلة جهوده للدفع نحو تحقيق هذه الغاية.
القرار يأتي وسط آمال في أن تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار في البلاد والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي ووقف الهجرة إلى أوروبا. هذا الاتفاق الذي جاء بعد 14 شهرا من التفاوض العسير هو الأمل الوحيد لعودة سلطة الدولة ومنع اختفائها كدولة موحدة وذات سيادة، وهو الأمل الوحيد للخروج من الفوضى ووقف نزيف الدم. السفير الفرنسي بالأمم المتحدة نبه إلى محاولة البعض تخريب العملية السياسية وعرقلة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. دعونا لا نخفي أي تكهنات سلبية، فالسلطة الجديدة ستوضع على المحك بشكل سريع جدا من جانب أولئك الذين يأملون في تقويض العملية السياسية. بالنسبة لأولئك المخربين، نود أن نقول لهم إن الوقت راهن، هو وقت مساندة هذا التطور الإيجابي، لكن إذا ما استمروا في عرقلة التقدم يلزم على مجلس الأمن سريعا أن يتخذ الإجراءات المناسبة. مجلس الأمن بدوره وصف في قراره حكومة الوفاق الوطني التي ينتظر تشكيلها في غضون 30 يوما بأنها الحكومة الشرعية الوحيدة بعد مشوار طويل دام شهورا من المفاوضات الشاقة. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن تقدمها بمدينة حرض الحدودية لتحرير مدينتي حجة والحديدة من الميليشيات الحوثية. وشنت المقاومة الشعبية اليمنية بمديرية ريم هجوما على تعزيزات عسكرية للحوثيين في منطقة بمحافظة إب، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، بينما تتقدم المقاومة الشعبية والجيش في محافظة الجوف. يأتي هذا فيما تواصل ميليشيات الحوثي منع إيصال الإمدادات الإغاثية إلى المناطق التي تحاصرها في مدينة تعز جنوبي البلاد.